بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم. نستكمل حديثنا في مادة الاتصال حول ما تكلمنا عنه سابقا فيما يتعلق بنظريات المفسرة لعملية الاتصال، نظريات الاتصال اختصارا، وهي أيضا تسمى نظريات التأثير أو النظريات الاتصال المتعلقة بالتأثير. عملية التأثير طبعا هي الأساس في علاقة الإعلام بالجمهور، يعني كيف يمكن أن نفسر ما يتم من عمليات تؤدي في النهاية إلى التأثير في الجمهور. إذا فهمنا ذلك، إذا أدركنا ما يتعلق بهذه النظريات من متغيرات، من مفاهيم، من علاقات بين الجمهور وبين الجهة المؤثرة، فهنا يعني نكون استفدنا من نظريات الاتصال في تحسين وضبط عملية التأثير في الجمهور. وكما ذكرنا أن البطل دائما في العمليات الإعلامية هو الجمهور، يعني الجمهور هو المستهدف من كافة ما يتعلق بالأعمال الإعلامية والدرامية والأدبية، أي شيء يعرض على الجمهور أهم شيء فيه يكون التأثير. تكلمنا من قبل ذلك في عجالة، نحاول أن يعني نراجع ببساطة عن النماذج المفسرة لعمليات الاتصال، وقلنا أن أول شيء بدأت كان يتصور الذين وضعوا هذه النماذج التي يفسرون بعملية الاتصال أن هناك مستقبل ثم رسالة ثم مرسل ثم مستقبل ثم رسالة، تسير في خط واحد في اتجاه واحد، أن المرسل يرسل رسالة ثم هذه الرسالة تؤثر بالضرورة في المتلقي. فبهذه البداهة والبساطة بدأوا يفسرون عمليات الاتصال، وكما يسمونها الطلقة السحرية أو الحقنة تحت الجلد، كأن المرسل هذا كالطبيب ويضع دواءه للمريض، ومن ثم يتأثر هذا المريض بهذا الدواء. طبعا هذه كانت مصرفة في البدائية والتفسير، حيث بالطبع لا يعني بالضرورة أن يتأثر هذا الشخص ولا حتى أن نشبهه بالمريض أو بالمتلقي لطلقة يسمونها الطلقة السحرية. الموضوع المفروض أكثر تعقيدا من هذا الأمر، ولذلك تطور هذا التوقع أو هذه النماذج المفسرة إلى نماذج أكثر عمقا من هذا. كما ذكرنا طبعا قبل ذلك، يعني الأمر ليس أمرا سحريا، ولا الأدوات التي لدينا هي أدوات سحرية، لأن هناك بالطبع شخصية نحن نؤثر فيها، لا أقول نصطدم معها، بل قد يكون تكون الرسالة صادمة بالنسبة له، فكيف سيتعامل معها؟ كيف إذا جاءته الرسالة وهو معترض عليها؟ كيف تأتيه في ظروف نفسية وظروف اجتماعية وفي بيئة معينة؟ إذن الموضوع ليس فقط هو مجرد إطلاق هذه الطلقة أو وضع هذا الدواء حتى يؤثر في الشخص المتلقي. قلنا أن البعض قال من يعني يقول ماذا وبأية أسلوب ثم يؤدي إلى أي نتيجة وهكذا، يعني من هو المرسل ويقول ماذا، هي رسالة ثم بأي وسيلة يقولها، ثم أيضا لمن يؤدي هذا الأمر، ثم بأي تأثير. هذه أيضا كلها وإن كانت هي عملية خطية لكنها أضيف إليها عناصر أخرى، بمعنى بأي تأثير وبأي وسيلة ولمن، هذه كلها دخلت بهذا الموضوع. على العموم ذكرنا أن هناك اتفاق بين الباحثين في مجال التأثير أن على يعني على ذلك على ما سنذكره، وهو أن التأثيرات تأخذ شكل تدعيم الاتجاهات والآراء السائدة أكبر من تغييرها. يعني عندما يكون لديك فكرة
ثم نحن نؤيد لك تلك الفكرة، فأنت بذلك تتأثر بشكل سريع جدا عن العكس، وهو أننا نصطدم مع هذه الفكرة أو نحاول أن نغير هذه الفكرة. فهنا من المبادئ أن تدرك أن الشخص عندما يتعرض لرسالة هو يؤيدها، فهنا تتدعم لديه أكثر ويكون أكثر قبولا. أيضا التأثيرات تتباين وفقا لأهمية أو مكانة المصدر، الشخص الذي سيتكلم معك الذي سيقنعك إذا كان له مكانة كبيرة، إذا كان له وضعية معينة علمية أو أدبية أو أخلاقية أو أي شيء يدعم هذه الرسالة، أكيد سيكون تلقي الناس لهذه الرسالة أكبر بكثير من غيره من المجاهيل أو أحيانا من الأعداء. يعني عندما يكون العدو هو مصدر الرسالة، فأنت ستنظر له بتربص وستتخوف مما يقول وستتشكك فيما يدعي. لكن إذا كان هذا الشخص مثلا مقبول لديك تماما أو مقدر عندك كثيرا، فأكيد هذا سيكون قبولك منه أكثر بكثير. كلما ازداد انتشار وتغلغل أجهزة الإعلام بين الجمهور، وزادت احتمالات التأثير في الاتجاه المرغوب. يعني أنت قد تحاصرك وسائل الإعلام لتقنعك بأشياء معينة. كلما ازددت تعرضا وازدادت انتشار هذه الرسائل وأجهزة الإعلام، كان الجمهور أكثر تسليما لما يقال فيها، بخلاف أنه لا توجد إلا مثلا مكان واحد إن راود الناس الشك فيه، فهنا يختفي أثر الرسائل. يعني معرفة الجمهور بالقضايا والموضوعات تؤثر على احتمالات التأثير. الموضوعات غير المعروفة لدى الجماهير يزيد احتمال تأثير وسائل الإعلام حولها، بعكس الموضوعات الملموسة أو لدى الجمهور معلومات مسبقة عنها. الآن جاء مثلا وباء جديد، الناس لا تعرف عنه أي شيء، فيبدأ أشخاص من أصحاب التخصص يتكلمون عن هذا الوباء، كيف أتى، كيف نتحرز منه، كيف نعالجه. سيأخذ الناس كل هذه المعلومات بالتسليم، لأنهم ليس لديهم أي فكرة مسبقة عن هذا الوباء. وبهذا المنطق أي شيء يحدث يطرأ مثل مشاكل اقتصادية، أحوال اجتماعية، أي شيء يبدأ الناس يصفونه وصفا من بداية الأمر من جديد، هو كأنه ظاهرة جديدة. فالذي يبدأ ويسبق ويكون له لدى الجمهور هذه المصداقية التي ذكرناها قبل أسطر، التي قلنا أن الشخص عندما يكون لديه عند الناس قيمة معينة فيتكلم في موضوع ما يقنعهم به أكثر من غيره من المجاهيل. وهكذا افرض أنه هذا يتكلم عن وباء وهو أستاذ جامعي أو رجل متخصص أو خبير في هذا المضمار، الناس تكون طبعا أكثر قبولا من غيره. إذن معرفة الجمهور للمعلومات مسبقا تكون قد أدت إلى تشكيل رأي معين. إذا لم يكن معروفا لديهم هذا الموضوع مسبقا، فستبدأ هذه المعلومات عندما تنزل إليهم ستكون قد لاقت أرضا خالية، تتقبل منهم كل ما يقول. انتقاء وتفسير الجمهور للمضمون الإعلامي يتأثر بالآراء والاتجاهات السائدة وبمعايير الجماعة. يعني كل ما الجمهور كان لديه معايير معينة، كلما لديه آراء واتجاهات سائدة، كلما كان تفاعله أو انتقاؤه. أيضا كلمة الانتقائية دي ستكون معنا، لأننا أيضا بعد قليل سنذكر هذه الانتقائية بشكل أكثر تفصيلا فيما نتكلم إن شاء الله فيه في هذه المحاضرة. الشاهد أن الشخص يكون لديه انتقائي، أحيانا انتقائية بسبب ظروف وهموم معينة، سعادة معينة. يعني تخيل أنت شخص تأتي إليه في لحظة سعادة فيكون كريما جدا معك مثلا، يعني يعطيك هدية، يعطيك كذا، يعني يتكلم معك بلطف بأريحية، لأنه في هذا الوضع انتقى هذا السلوك لأنه كان في ظروف نفسية سعيدة. أو العكس، العكس من ذلك، إذا كان في ظروف نفسية سيئة فهذه أيضا تكون جزء من الانتقائية، أنه ينتقي طريقة أخرى في المعاملة.
الشيء أكثر وضوحا اللي هو التصورات الفكرية. إذا كان لدى الشخص تصورات فكرية معينة عن شيء ما وأنت تأتي فتدعم هذه التصورات, هو يعني انتقائيا ينتقي هذه الكلمات التي أنت ذكرتها تؤيد وتعدد ما يحبه, أو إذا كان مختلفا معك فهذا أيضا يحدث معك انتقائية بشكل آخر من رفضه مثلا ربما لشخصك لأسلوبك لموضوعك لأنه تعرضت أنت لهذه الانتقائية لديه وهكذا. إذا الانتقاء وتفسير الجمهور للمضمون الإعلامي يتأثر بالآراء وبالاتجاهات السائدة وبمعايير الجماعة. أيضا معايير الجماعة, نحن في مجتمع مثلا عربي شرقي له معايير معينة, فأنت عندما يتحدث الأمر في أشياء تخالف وتضاد هذه المعايير فستلقى شيء من الرفض. أنا أتكلم أيضا عن الانتقائية هي كمان فكرة الفهم. قد يكون نفس الجملة يفهمها هذا الشخص بشكل معين ويفهمها غيره بشكل آخر, وقد يكون للفهمين كلاهما يعني شيء غير الذي يعني رغب مرسل الرسالة أن يقنعه بها. يعني نحن مثلا نقول مثلا مكافحة الجرائم, ينظر إليها ضابط الشرطة في مكان اعتاد على القمع أن مكافحة الجرائم من أهمها أي ظهور بمظهر يخالف ما تريده السلطة مثلا, فأصبح لديه هذه الانتقائية في فهمه لكلمة مكافحة الجرائم, بينما يفهمها شخص آخر في سلطة أكثر انفتاحا على أنها مثلا متعلقة بجرائم منصوص عليها قانونا, يفهمها شخصا مثاليا على أن مكافحة الجرائم هي أي شيء يخالف ولو روح الشريعة مثلا, وهكذا. كل شخص يعني يفسر النصوص المذكورة أمامه بشكل انتقائي وفقا لمعاييره هو التي اعتاد عليه, وهذه أحيانا تحدث إشكاليات في تفسير هذه النصوص والتعامل معها. وإذا كان هذا يحدث في الإعلام فهو مثلا أحيان كثيرة في أشياء مثل الحقوق والقوانين وكذا تتعرض لشيء من الافتعال وشيء من التعسف في استخدام هذه التفسيرات والمفهومات للأمر, كما ذكرت من قليل أن رجل الأمن الذي يرى أن مجرد مخالفة نظام معين وضعه النظام السائد ولو كان مخالفا لحقوق الإنسان مثلا مخالفا للقوانين الأساسية وكذا فإنه ينظر إليها بهذه النظرة. أيضا بناء العلاقات الشخصية السائدة بين الجمهور يلعب دورا وسيطا في انتقال المضمون مثل الانتقال المعلومات عبر المراحل. بمعنى الآن قد نتكلم مع جمهور هو في ذاته لديه علاقات ذاتية مع بعضه البعض, نتكلم مثلا في أعضاء حزب معين, أعضاء الحزب لديهم اجتماعات لديهم تفاهمات لديهم شيء من العقائد المشتركة والفهومات المشتركة والطموحات المشتركة وهكذا, فهذه أيضا تكون أحد المتحكمات في عملية التأثير. نتكلم مع مجموعة وهم فيما بينهم يتهامسون أن هذا كلام غير مقبول مثلا أو العكس أو هذا كلام مطلوب مثلا, فكلاهما يكون له أيضا أثر على قبول هؤلاء أو رفضهم للرسالة. ثم شرعنا بعد ذلك في نظريات التأثير الاجتماعي, وسأطوف سريعا في المراجعة لها, منها نظرية الغرس الثقافي, وقلنا أن هذا يؤثر بشكل غير مباشر على الأفراد, أنك عندما تلح على مفاهيم معينة على الجمهور ستؤثر بشكل أو بآخر في صورة أخرى أنت تذكر هذا المفهوم دون أن تستدعي المعاني المذكورة. وذكرنا فكرة مثلا مثل الإرهاب وربطها بالإسلام مثلا, مثل التخلف أحيانا العلمي وربطه بالتدين, مثل مثلا
الحجاب وظلم المرأة، الحجاب والتسلط الذكوري أو شيء مشابه، كلما ألح أو ألحت وسائل الإعلام والرسائل الإعلامية على مثل هذا الأمر بصورة أو بأخرى وبشكل أو بآخر، حتى أحيانا يستخدمون في محاولات الغرس هذه الأدب والمقالات والفن وكذا، حتى يصل الناس قناعة أنك لو تشيل كلمة إسلام تنقدح في الذهن كلمة الإرهاب، معنى أن أنت لما تتكلم بين مجموعة ممن تعرضوا لمثل هذه الرسائل فتذكر لهم الإسلام، الإسلام يدعو إلى كذا، أو هؤلاء من المسلمين، أو أن مثلا كان في يوم هذه الجريمة مجموعة من الأعراق المختلفة، المسلمون والمسيحيون واليهود، وهو قد غرس ذهنيا في نفسه أن المسلم هو في الأصل إرهابي، فتحدث في هذا المجتمع أي حادثة إرهابية فينقدح في الذهن مباشرة لمجرد وجود مسلم في هذا الموضوع أنه هو الذي قام بالعملية الإرهابية وهكذا. فالغرس الثقافي هنا خطورته أنه إيش يؤدي إلى استنتاج مفاهيم بشكل غير مباشر، غير مباشر، غير مباشر عن الرسالة الواضحة التي أمامه. وبمعنى آخر أننا يمكن أن نستفيد من الفكرة في غرس مفاهيم صحيحة والإلحاح عليها، مثلا أن إعلاء كلمة الله عز وجل، نجعل كلمة الله هي العليا، أن نجعل هذا بشكل يعني في دعوتنا وفي إعلامنا وكذا، بحيث أنه لمجرد أن يعرف الناس أن حكم الله عز وجل في هذه المسألة كذا، أن يأخذه بالتسليم والالتزام والتوقير والعناية وهكذا. بإمكاننا إذن نغرس مفاهيم اجتماعية وأخلاقية ودينية ووطنية من خلال هذا الغرس الثقافي الحقيقي أو الصحيح، دون يعني وأن نتجنب الغرس الذي يورث صورة سلبية، بل أيضا يمكن أن نغرس مفاهيم تخالف المفاهيم الضالة التي يحاول بعض أن يغرسها. عندما نجد مثلا أن هناك محاولات لجذب المرأة إلى مفاهيم مخالفة باعتبار النسوية، مثلا ما يسمى بالنسوية والأفكار النسوية، احنا هنا لو أخذنا على عاتقنا أن نقاوم هذه الأفكار بأفكار أخرى تضاد هذه الأفكار المنحرفة، وألححنا عليها إلى درجة تشبه المجتمع بهذه المفاهيم وفهمها بشكل صحيح، نحن إذن قمنا بعملية غرس مضادة لما يحاول البعض أن يفعله. وهذا باختصار ما يتعلق بنظرية الغرس الثقافي في مراجعتنا هنا. ذكرنا أيضا من نظريات التأثير الاجتماعي نظرية ترتيب الأولويات وهي الأجندة، وقلنا أن الناس باختصار شديد تحب أن تلجأ إلى وسائل الإعلام لتتعرف على أوضاع الاتجاهات واهتمامات المجتمع، وأن اهتمام وسائل الإعلام بالنسبة لتصورات الناس دليل على أهمية ما يطرحونه من مواضيع. بمعنى وجد الناس أن مثلا وسائل الإعلام تتكلم عن تغيير وزاري قادم، تغيير وزاري قادم، تغيير وزاري قادم، هذا بذاته لوحده كما أن أكثر من مصدر إعلامي اهتم بهذا الموضوع، إذن الناس تهتم بهذا التغيير الوزاري القادم. لو تجاهلته وسائل الإعلام وذكرته على عجالة وبشكل خفيف وكذا، الناس سيمر عليها الموضوع بدون أي اهتمام وهكذا. بالطبع الأشياء التي هي ملحة في احتياجات الناس، يعني عندما أن يكون مثلا مجرد سطر في جريدة أن تغيير أسعار الخبز مثلا، الناس نظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لهم سينتشر فيما بينهم، يعني هو في ذاته رغم أنه لم يذكر كترتيب للأولويات، لكن بالنسبة للأشياء التي لا يعرفها الناس، لا يعرفون ما هو الذي سيحدث في المستقبل، وأشياء معقدة يعني بشكل متداخل، هو هنا ستكون فكرة ترتيب الأولويات من خلال وسائل الإعلام واضحة ومفهومة.
يعني إذن الموضوع عبارة عن شقين، شق في الاحتياجات الأساسية أو شق آخر في التعقيدات المتعلقة بالموضوع. فإذا كان الأمر في الأشياء الأساسية تماما، الناس تلتقط هذا وتكون مباشرة له فكرة ورد فعل. لكن إذا كان في الأشياء المعقدة والمتشابكة والمتنوعة، فالناس تسلم لوسائل الإعلام في ترتيب الأولويات. إذن أيضا نفس الشيء في الأمور في حديث الرأي العام وكذا، فالقضايا هنا الناس لا تعرف عنها كثيرا، لكن تبدأ تتشكل الآراء العامة من خلال ثورات الجمهور القائم، والتي يتخذها دائما من وسائل الإعلام واهتمامات وسائل الإعلام في الموضوع. فإذا يمكننا أن نرتب أولويات للجمهور من خلال العناية والحملات التي نقدمها في وسائل الإعلام. نحن نستفيد دعويا من تلك النظرية بأن نرتب أولويات الثقافة في المجتمع وفقا للأولويات الإسلامية والدعوية، ونستخدم أسلوب التكرار أو الاستفادة من الوسائل المختلفة حتى يحدث الشعور بأهمية ما نطرحه وهكذا. تخيل أنت يأتي رمضان مثلا ولا تذكر له وسائل الإعلام أي تنويهات ولا أي اهتمامات ولا أي تنبيهات ولا أي يعني تشجيعات وكذا، لن يكون أبدا مثل هذا رمضان بنفس قوة أن يأتي الخطة داخل الوسيلة وسائل متنوعة للفت نظر الناس للموعد ومتى سيكون وما هي التنبيهات والفضائل والوظائف وكذا. ستعطي طبعا إذا كان هذا في شيء المفروض أنه مستقر في الأمر في الحياة، فبالك بأشياء أخرى يعني الناس قد ربما لا تنتبه إليها، مواعيد مثل مواعيد انتخابات، مواعيد أخرى مثل أشياء يعني في الاقتصاد، أشياء في الضرائب وهكذا. طيب، نظرية فجوة المعلومات أن من أبرز الأفكار في مجال التأثيرات الطويلة الممتدة، أشار العديد من الباحثين إلى التدفق هذا المتزايد يكون أحيان كثير للمعلومات له وضع سلبي، بحيث نتيجة لتزايد المعرفة داخل الجماعة أو فئة بحد يفوق جماعات أخرى، يحدث أن الأخرى هذه التي لم تصل إليها المعلومات بتكون أقل فهما وإدراكا للأحداث، ويحدث فجوة بينها وبين غيرها. وهذه بالمناسبة ليست فقط في موضوع وسائل الإعلام، هذه فجوة المعلومات هذه موجودة أحدثت هوية حتى ثقافية بين المجتمعات المتقدمة وغيرها، لديهم من المعلومات. تخيل أنت أن شبكة الإنترنت دي التي لم تصلنا إلا في التسعينات كانت موجودة من الستينات، وتداول المعلومات من خلالها كان متاحا للجمهور في السبعينات في الدول الغربية، يعني هي اكتشاف أو كنظام موجود، لكن كان في وفقا لظروف حكومية وأوضاع عسكرية وكذا، لكن أتيحت للناس في السبعينات، وبينما أتيحت لنا بعد 20 سنة تقريبا في التسعينات. فبالك بما ربما كان من حالة تدفق المعلوماتي بسبب هذا التواجد على شبكة الإنترنت وحدها يعني. وهكذا في موضوع فجوة المعلومات توجد إشكالية دائما بين الذين تعرضوا كثيرا أو قليلا في زيادة المعلومات حتى أحدث هذه الفجوة بين أفراد المجتمع. تلعب هنا ملكية وسائل الإعلام أو كثافة التعرض لها دورا في إحداث فجوة المعلومات. من يملك الوسائل أو يحوزها، تخيل شخص ما عنده مثلا في بيته إنترنت حاليا، يكون بلا شك أقل معلومات في مواضيع كثيرة طبعا وليس في كل شيء، بينه وبين من يملك هذه المعلومات، خاصة إذا تساوي في التغيرات الأخرى. يعني تستفيد الدعوة من التدفق المعرفي لا سيما بعد الوسائل الإلكترونية بالدفع بمزيد من المعلومات حول ما يفيد المجتمع، حتى لا ينشغل بسفاسف الأمور وتلهيه عن الأشياء الأكثر أهمية. لدينا أيضا بعد ذلك نظرية الاستخدامات والإشباعات. عندنا نوعين من الاستخدامات والإشباعات. ما نقصد الاستخدامات؟ أنا يعني أنا أفتح وسيلة الإعلام لأي سبب، أنا أريد أن أستخدمها في شيء ما. طيب يعني ما هو الشيء الذي أنا في الغالب أستخدمه من أجلها أشبع حاجة مني، رغبة مني، حاجة في التعليم،
حاجة في التسلية، حاجة في الوضع الاجتماعي، حاجة في أي شيء هو أشبعه من خلال هذه الوسيلة التي أستخدمها. هذا عندي أنا كفرد، أنا أتعامل بهذه الطريقة، وأيضا المجتمع ككل يتعامل أيضا بنفس الفكرة، فكرة أن يستخدم وسائل الإعلام من أجل إشباع لديه الشعور بالانتماء، مثلا شعور بالاتفاقات بين أفراد المجتمع. كل هذه حاجات تحتاج إلى إشباعات من خلال وسائل الاجتماع. إذن هناك أسباب اجتماعية ونفسية للحاجات المختلفة للأفراد الذين تولد لديهم بالتالي توقعات من أجهزة الإعلام أو المصادر الأخرى. هذا الأمر يؤدي إلى أنماط مختلفة من التعرض لوسائل الإعلام، وهي تؤدي بدورها إلى إشباع هذه الحاجات وإلى نتائج أحيانا أخرى غير مقصودة. وقد يتضمن هذا الافتراض أيضا الدوافع لإشباع الاحتياجات والبدائل الوظيفية للوفاء بهذه الاحتياجات. مثلا من أمثلة التوقع الاستخدامات مراقبة البيئة. مثلا عايز أعرف في عندنا مشاكل حاليا بيئية، هل في مثلا رياح عاتية مقبلة، جو مناسب غدا للخروج، أي شيء من هذا. توقعات للاستخدامات أنا بستخدمها من أجل وضع معرفة البيئة. أيضا توجهات المعرفة المعرفية، مثلا الأشياء العلمية عايز أطور من نفسي في اتجاه معين في علم ما إلى آخر ذلك. أيضا حالة عدم الرضا عن النفس أو عدم يعني الاحتياجات العاطفية أو الاحتياجات الاجتماعية وكذا. حتى التسلية إحدى التوقعات الاستخدامات التي من أجلها يستخدم الناس وسائل الإعلام. فرد معين إذن له حاجة أساسية مثل الحجر التفاعل الاجتماعي. من خلال الخبرة يتوقع هذا الفرد أن التعرض لمضمون أجهزة الإعلام سيستخدمه أو سيلبي له بعض هذه الجوانب من هذه الحاجة، فهذا يدفعه إلى أن يشاهد كل شيء ولا في برامج معينة. أكيد برامج معينة هو يتوقع منها مثلا يلتقي ويختار أشياء معينة. فمن هنا تكون الإيه؟ الاستخدامات من أجل الإشباعات. فحتى القراءة أيضا يختار قراءة لمضمون معين، من حتى لديه صحيفة كاملة لكنه لو توجه ثقافي أو لو توجه رياضي أو اجتماعي أو كذا، فهنا يعني يعمد إلى تحديد ما يرغب في الإشباع لديه. نستفيد من هذه النظريات في أمور الدعوة والإعلام المنضبط بأننا نهتم بإشباع حاجات من يدعوهم من الناس، بحيث حاجات قد تكون معرفية، قد تكون علمية، قد تكون نفسية وهكذا. حتى منها الحاجة إلى التقدير والنجاح كما ذكرنا قبل ذلك أنها من أهم حاجات الإنسان، يحتاج إلى أن من يقدره. فأنت مثلا عملت يعني إيش مسابقات، عملت تفاعل بشكل أو بآخر، حاول أن تعزز لدى المشاهد لديك عندما يجيب إجابة صحيحة هذه الحاجة للتقدير بمجرد كلمة أحسنت، بمجرد كلمة صحيح وممتاز وشكرا وإلى آخر ذلك. طيب ذكرنا أيضا نظرية دوامة الصمت. دوامة الصمت تشبه شيئا ما فجوة المعلومات. إيش الفرق؟ دوامة الصمت قوة وسائل الإعلام في تكوين الرأي العام، وكثرة المعلومات تجبرك على الصمت أحيانا خشية المواجهة ضد كثيرين من مؤيدي وسائل الإعلام. يعني عندما يكون الشخص قليل التعرض أو قليل الإدراك لهذا الموضوع الذي أثارته وسائل الإعلام، فهو يؤثر الصمت حتى لا يبدو جاهلا أو شيئا مشابها، فأصبحت كأنه وقع في دوامة وسماها دوامة الصمت. أيضا تكلمنا عن نظرية حرس البوابة، وهي نظرية التأثير من خلال القائم بالاتصال. وقلنا القائم بالاتصال هو المرسل للرسالة، وقلنا أنه لديه صياغة، لديه أفكار، لديه طريقة، لديه قيم معينة تتحكم في صياغة الرسالة، لديه إسهاب، لديه اختصار، لديه أحيانا تزييف وهكذا. فعندما يقع تقع سلسلة طويلة من التحكم في الرسالة المرسلة، هنا يحدث بسبب ذلك إشكالية.
أن الرسالة تتعرض للتغيير أو التمييز من خلال المرسل لها. وقلنا أن هناك عوامل مؤثرة على فكرة حرس البوابة الإعلامية، مثلا معايير المجتمع وتقاليده، يعني كل نظام اجتماعي بينطوي على قيم معينة ومبادئ فيسعى إلى إقرارها، فإذا كان هذا الذي سيرسل لك هذه المعلومات لديه تحفظ معين على ما حدث أو شيء من هذا، فسيتكلم سيتحكم بشكل يحجب معلومات وهكذا. وهذا بالمناسبة ليس مرفوضا بشكل أساسي، إذا فعلا هو يعني يراعي قيم المجتمع، فحجب مثلا في قضية أخلاقية أشياء من التفاصيل ليس هناك حاجة لذكرها فيختصرها ويعني يكني بها أو يلمح إليها وهكذا أفضل بلا شك. المعايير الذاتية للقائم بالاتصال أيضا، ثقافته وضعيته وميوله واتجاهه وتعليمه وانتماءاته، كل هذه تعيش معايير ذاتية يعني. ثم المعايير المهنية أيضا، إحنا الآن لدينا مثلا معايير من خلال المواثيق الشرف الإعلامية وأحيانا نعم أخلاقيات المهنة، بل مثلا فكرة الاستيثاق من المعلومات ودقة الذكر وموضوعية التناول، وكل هذه من القيم أيضا ستتدخل في الموضوع. فإذا كان هناك موضوع مذكور لكن ليس عليه دليل، فهذا ربما تعذر نشره مثلا، رغم أنه ربما عند الشخص الذي رآه هو يقين، لكن مع الأسف لا يستطيع القائم بالاتصال أن يتبنى معك هذا الموضوع خوفا من المحاسبة ولا المراقبة أو المعايير التي ربما تعرقله أحيانا، أو في الأصل هي تضبطه لكن أيضا قد تعرقله. رقابة الحكومة رقابة الحكومية نعم تدخل في هذا قد يكون طبعا، لكن هي المقصد إن إذا تكلمنا عن فكرة المعايير نفسها هي معايير المهنة، وليس يعني عندما نتكلم عن قد تكون الضغوط الحكومية جزء، لكن هي ليست من معايير المهنة، هذا شيء آخر يعني. فكرة معايير الجمهور نفسه، الجمهور أنا أكتب لجمهور وأعرف هذا الجمهور، أعرف خصائصه وأعرف ما هو سيقبله وما هو سيرفضه وكذا وكذا، فأنت إلى حد ما أنت تضبط موضوعك، فلا أنت تخالف معايير المهنة ولا تقع في كذب ولا كذا، لكنك تتكلم بشيء مقبول لدى الجمهور بهذه الطريقة. طيب إحنا وقفنا تقريبا عند هذا في المرات التي مرت بنا، سندخل بقى في موضوع آخر ويعني في نفس السياق، وهي نظريات التأثير المباشر على الأفراد. يعني احنا تكلمنا على المجتمع، هتم بشكل ما على المجتمع، لكن هنا الآن نتكلم عن نظريات التأثير الانتقائي مثلا، وهي أشياء عن الأفراد. الآن لو انتبهنا من دقائق تكلمنا عن فكرة الانتقائية لدى الأفراد، وقلنا الانتقائية دي قد تخضع أحيانا للظروف النفسية و الظروف أيضا الفكرية والنشأة والقيم يعني حتى ظروف التعرض نفسه، يعني مثلا عندما أنا أجد تشويشا في على هذه القناة لا أستطيع أن أستمع بشكل جيد مثلا، فأعرض عن هذا الموضوع أصبح هذا شيء من الانتقائية. الانتقائية حتى تكون في ببساطة في الريموت الذي يكون في يدك، فإذا كلمة واحدة لم تعجبك من هذا الشخص ستغير القناة مثلا، تدخل إلى قناة أخرى، هذا في ذاته انتقائية وهكذا. على العموم هذه ما تسمى بنظريات التأثير الانتقائي، بمعنى نحن هنا نتكلم عن الشخص، عن الناس، عن الذات الفردية للإنسان عندما يتعامل مع الرسالة الإعلامية. قالوا أن من أهمها نظرية الاختلافات الفردية. نظرية الاختلافات الفردية، الناس كما نعلم مختلفون، يستجيبون بشكل ما مختلف للرسالة الإعلامية وفقا للاتجاهات، وفقا للبنية النفسية، وفقا للصفات الموروثة أو الصفات المكتسبة.
يعني حتى الشخص احيانا يكون هش نفسيا، يكون قوي نفسيا وهكذا. ففكرة هذه الاختلافات الفردية بين شخص واخر تجعله ايضا من يعني وفقا لنظرية الاختلافات الفردية يتلقى هذه الرسالة بشكل يختلف عن غيره. إذن وسائل الإعلام تستقبل وتفسر بشكل انتقائي. وسائل الإعلام الناس تنتقيها، تنتقيها في أنني أريد أن أستمع لهذا الشخص، أو أريد أن أستمع لهذه القناة، أو أرفض الاستماع إليه، أو القراءة لهذا الإنسان وهكذا. وذلك بسبب اختلاف الإدراك الذي يفكر به كل شخص. على فكرة قد يكون أنا منتقي أو متجنبه فقط لصعوبة أسلوبه مثلا، ليس شرطا أن أكون مختلف معه، أنا مش فاهمه يعني، مش قادر أفهمه، هو صعب جدا وهكذا يعني. الإدراك الانتقائي أيضا التذكر والاستجابة انتقائيين أيضا. تخيل أن شخصا ما قد يمر بتجربة مؤلمة جدا، تجربة مؤلمة نفسيا له أو بدنيا أو شيء من هذا، هو عنده في ذاته في نفسه قدرة ورغبة على تجاهل هذا الموضوع وكأنه لم يكن، حتى أنه ربما تذكره أنه حدث لك كذا وحدث منك كذا في كذا في وقت كذا، يقول لك لا أتذكر. لم غالبا لا يكذب بالمناسبة، لكنه لم يتذكره لأنه نفسيا يريد أن يلغيه من عقله، يعني من خلال عقل الباطن ألغى هذه الذكرى في نفسه. فتخيل أنت أن تتعامل مع شخص ولو هذه الظروف أيضا بهذا الوضع، يعني ناس مثلا مرت بهزيمة، مرت أحيانا بظلم وقهر شديد، وأحيانا اغتصاب أو شيء من هذا، كل هذا ربما يرغب ترغب النفس الإنسانية في تجاوزه في نفسه. وهذه أحيان كثيرة تكون إيجابية نفسية موجودة في ربنا خلقها للإنسان حتى يتجاوز عن مشاكله، وإلا لو ظل متذكرا لكل هذه الهزائم وكل هذه الإخفاقات وكل هذه المشكلات وكل هذه المذابح التي رآها وكذا، فربما لا ينتفع بحياته. فهنا أصبح الجزء هو سلاح ذو حدين، جزء مفيد بالنسبة له نفسيا أنه يبتعد عن الذكريات المؤلمة، لكنه أيضا في جزء آخر يبعده عن حقيقة ما يحدث في الحياة. فيعني كيف يمكننا أن نوازن في هذا الموضوع؟ لكن نحن الآن نتكلم عن أوضاع، نتكلم عن نظريات، ليس معنى ذلك أننا بكل الأحوال يكون لدينا حلول في هذا الحال. لكن على العموم الإدراك والتذكر والاستجابة كلها انتقائية، ندرك المعنى بشكل انتقائي، نفهمه وفقا للقيم والأفكار وكذا، نتذكر هذا الموضوع أو ننساه بشكل انتقائي، نستجيب أو لا نستجيب أيضا بشكل انتقائي وفقا لمعاييرنا نحن وذكاته. طيب، عندما نحن كإعلاميين وأيضا كدعاة نحاول أن نستفيد من هذه النظرية، كيف نقول نحن يجب علينا أن نراعي الفروق الفردية بين الناس في موضوع قبول الرسالة، نراعيها، أن نحرص على تقديم الرسائل بشكل يناسب التصورات. يعني هناك حديث أنك لا تحدث قوما بأمر لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهذا حقيقة موجود هنا. لذلك ليس كل ما يعرف يقال ولكل مقام مقال كما قالت العرب. فبهذه الطريقة أنت تنتقي ما يمكن أن يحدث تأثيرا إيجابيا في الناس الذين تقدم لهم الرسالة، وتراعي الفروق في الفهم، الفروق في الإدراك، والفروق النفسية الموجودة قدر المستطاع. بالطبع كما ذكرنا نحن نتكلم أمامنا 100 شخص، في 100 لدينا تقريبا 50 إلى 30 يعني نمط تفكير متنوع مختلف كل واحد. صحيح في اتفاقات بين الجميع في أصول معينة، لكن هناك أيضا اختلافات بالطرق، طرق التفكير، طرق الإدراك إلى غير ذلك. فقدر المستطاع احنا رسالتنا رسالة عامة، فاحنا عموما نبحث عن كيفية القبول العام لها. أما ستكون هناك حالات شديدة الخصوصية
لا نملك يعني فكرة على التعامل معها، فهنا سوف يعني نطرح الأمر بشكل عام، ثم بعد ذلك نترك للأوضاع الخاصة في الأماكن الفردية والظروف النفسية وما يشبه ذلك، هذا مجالها، ليس مجالنا نحن في الرسائل العامة. لكن قدر المستطاع ابتعد عما يصادم الناس وعما يسبب لهم إشكاليات، فهذا دورك كإعلامي يسعى لنهضة هذا المجتمع. ذكرنا وهو هنا مكتوب، لا يتحقق كل هذا الاتفاق في كل الأحوال. مثلا كيف يمكننا أن ندعو شخص منحرف أو إنسان غير مسلم ونقول له ليكن المدخل في هذا من خلال المتفق عليه واستثارة التأثير العاطفي الذي يعتمد على استدعاء المعاني المحببة للنفس؟ أحيانا يكون هذا سبيل جيد لإلالة القلوب، لتليين القلوب. يبقى نبدأ من ما هو متفق عليه، متفق عليه عقليا، متفق عليه إنسانيا، وهكذا. يعني عندما نتكلم عن الإنسان يحرم عليه الظلم مثلا، فنبدأ وندخل من هذا المدخل للوصول إلى قضية معينة نحن نراها عادلة، ونريد أن نقنع الشخص الذي أمامنا أو الجهة التي أمامنا بعدالة ما نتكلم به. إذا نبدأ بالمتفق عليه لندخل منه كمدخل أساسي لغير ذلك. وأيضا فكرة التأثير العاطفي، وبالمناسبة يغلب على الجمهور والتابعين لوسائل الإعلام أنهم يتأثرون عاطفيا بأشياء حتى تستغرب أنهم نبرة الصوت نفسها تؤثر فيهم، ملامح الوجه، راحة الشخص، أريحية الكلام تؤثر فيهم، وضعية طبعا الشخصية المتكلمة. يعني عندما ترى شخص مشهور جدا، معروف جدا، مقدر، محبب وكذا، ربما إن رأيته لأول وهلة لا تعتقد أن له هذا التأثير، بينما هو عند من يتابعونه ويحبونه له تأثير جبار، مجرد كلمة منه تغير أشياء كثيرة لديه. إذن كل هذا تكلمنا عن النظرية من ناحية الإيش، من ناحية تأثيرات الأفراد، تأثيرات الرسالة على الأفراد وانتقائيات الأفراد في التعامل مع الرسائل. هناك أيضا نظرية نسميها نظرية الفئات الاجتماعية. ببساطة شديدة هناك فئات كثيرة جدا يمكن أن نقسم لها المجتمعات، حتى أن هناك سلوك اتصالي أيضا داخل كل فئة. يعني كمثال فئة عمرية، الفئات الشبابية، تصنيف الأطفال، تصنيف النساء، يعني خلينا نتكلم العمر، العمر نفسه تصنيفات وفئات. هناك الجنس، الذكور والإناث وكذا. هناك فكرة الدخل مثلا، الدخل، شخص دخله اقتصادي مثلا، اقتصاديا الأشخاص يعني لديهم وفرة وثروات المالية لدى الجهات المتدنية وهكذا. أيضا فكرة التعليم كفئات أخرى، يعني تعليمات الناس، قد تكون الرسالة في مجتمع ليس لديه أي تعليم على الإطلاق، ضعيف جدا أو منعدم، أو تعليم عالي في دول معينة لها يعني كثير من المتعلمين وهكذا. أو الموضوع الذي نتحدث نحن فيه هو في ذات الأمر يتعلق بأناس معينين نالوا تعلم معين وهكذا، الوظيفة وما يشبه هذا. هناك إذن أنماط استجابة تتشابه في داخل كل فئة. فنقطة مهمة في نظرية الفئات الاجتماعية أن هناك أفراد داخل نفس الفئة، خذ مثلا مهنة معينة، هناك قيادات لهذه المهنة، في طلاب مثلا، بين طلاب هناك قيادات داخل الطلاب وهكذا. كل هذه الفئات على الرغم من أنها هي في ذاتها فئة ومتنوعة ومختلفة، لكن أيضا هناك أشخاص مؤثرون داخل كل فئة من هذه الفئات. وتأثير وسائل الإعلام أحيانا يضعف إذا كانت الفئة هذه
متفقة على مفاهيم أخرى غير التي تبثها وسائل الإعلام. احنا ذكرنا قبل ذلك فكرة الطلقة السحرية، كانوا يظنون أن بمجرد إطلاق الأفكار من خلال وسيلة الإعلام سيتأثر بها الناس. تخيل أنت الآن جئت فاصطدمت في مجموعة الشباب مثلا على مفاهيم هم متفقين تماما على عكسها، أنت تتكلم عن أشياء معينة مثلا استغنوا على الإنترنت كمثال يعني، وأنت تريد من هذه الرسالة أنك تؤثر في مجموعة الشباب، هم بالطبع رافضين لك تماما حتى بدون اتفاق فيما بينهم، ما بالك أنهم اجتمعوا مع بعض وخذوا قرارات قبل ما أنت تتكلم أو أثناء ما أنت تتكلم وهكذا يعني. فهنا يكون تأثير وسائل الإعلام غير قويا ولا متماثل إذا كان مختلف مع تأثير الفئات الاجتماعية. أيضا قلنا أن هناك جماهير لها في ذاتها طبائع، يعني الجمهور الحساس مثلا مثل النساء والأطفال والمراهقين وكذا وكبار السن، هؤلاء حساسون جدا، فبشكل ما إذا أنت جئت لهم بشيء صادم عاطفيا فهو سيرفض هذا، إذا جئت لهم بشكل يعني مثير للعواطف وشيء من الرغبة في أعمال معينة من خلال المدخل العاطفي سيكون أيضا هناك أثر كبير في هذا الاتجاه. لكن هناك جمهور عنيد مثلا، هذا يجب عليك أن تجتذبه بالإقناع العقلي من جهة، بالإبداع في الطرح من جهة، باستخدام شخصيات مؤثرة يعني لإرسال هذه الرسالة من جهة، فهذه كلها من الفئات الاجتماعية التي يجب أن ندرك أن لها أثرا ما كبير جدا فيما سميناه نحن النظريات التأثير المباشر على الأفراد أو التأثير الانتقائي. نظريات التأثير الانتقائي، انتقاء شخصي في ذاته، هو انتقى بهذه الطريقة وفقا لفكره هو، أو انتقاء من خلال مجموعة، احنا قلنا أن هذه المجموعة في ذاتها لها تقسيم معين، لها فئة معينة، فئات معينة، لها قيم معينة ولها شخصيات مؤثرة داخلية، كل هذا يكون تأثير انتقائي من خلالها. فكرة أيضا نظرية العلاقات الاجتماعية، هذا نظرية أخرى متعلقة بهذه النظريات التأثير الانتقائي، اللي هي بدأت تلك النظرية، نظرية العلاقات الاجتماعية تتناول التأثير بشكل مختلف عن فكرة المجتمع الجماهيري والنظريات الأولى، لأنها تنظر لجمهور وسائل الإعلام على أنهم ليسوا مجرد أفراد منعزلين أو أفراد مجتمعين في فئات اجتماعية، لكنهم يرتبطوا بعضهم ببعض في اتحادات، في عائلات، في نوادي وهكذا. يعني أنت تخيل أن مثلا هناك ما يسمى باتحاد عمال مثلا، اتحاد طلاب، يعني الطلاب دول قد يكون طالب في كلية عملية، طالب آخر في كلية نظرية، هذا الطالب في بداية الدراسة وهذا الطالب في نهاية الدراسة، لكنهم يجتمعون في هذا الاتحاد بشكل خاص، وهذا في ذاته علاقات اجتماعية تؤثر تأثيرا إما إيجابيا أو سلبيا في موضوع قبول الرسالة من خلال التأثير الانتقائي. هذه الفئة، هذه المجموعة، هذا الاتحاد، هذه العائلة، يعني تخيل أنت لما تكون عائلة مثلا اعتدت على ممارسة السياسة من خلال مثلا انخراط في الأنشطة الحكومية، وأنت تريد أن تؤثر فيهم دون أن تنتبه إلى هذه العلاقات الاجتماعية بينهم وبين النظام القائم، فلا بد أن تغير من أسلوبك حتى تؤثر، وما أظنك تقدر، لأنه الارتباطات المختلفة للعلاقات هذه الموجودة عميقة جدا ومؤثرة ومتنوعة جدا، فبالطبع سيكون التأثير فيهم انتقائيا بشكل واضح وهكذا. قالوا أن المناقشات السياسية المباشرة يكون لها أكبر الأثر في قرارات الناس بدرجة أعلى بكثير من تعرضهم للراديو والصحافة. هو يبقى لدى الناس يعني شك مرات كثيرة جدا في أن ما يقدم في الصحافة هو الحقيقة مطلقة، يدركون بشكل أو بآخر أن هناك يعني هدف آخر خفي وراء هذه الرسالة بسبب الممارسات الحقيقة كما يعني يعبر عنها الناس بجملة هذا كلام جرايد أو هذا كلام للدعاية وهكذا يعني. فهنا لما تحدث بين هذه الفئات
أو الاتحادات أو الترابطات في العلاقات الاجتماعية مناقشات داخلية سيكون أثرها أكبر من تأثيرهم في تعرضهم لوسائل الإعلام، أو على الأقل سيكون الأثر يعني أقل عندما يتعرضون لها عن غيرهم، لأنهم لديهم قرارات. وإحنا قلنا في البداية خالص، أنت لما تريد أن تؤثر في ناس ليس لديهم أي فكرة عن الموضوع سيكون تأثيرك أيسر، لكن الآن أنت تتكلم عن شيء هم خلاص خدوا فيه قرار، انتبهوا لأشياء معينة، تناقشوا، والثقة التي بينهم أكثر بكثير من الثقة التي بينك وبينهم كإعلام، وهكذا. فإذا العلاقات، هذه الخلاصة، العلاقات يجب أن توضع في الاعتبار عندما نوجه الرسالة الاجتماعية. ضع يعني في ذهنك، يا ترى نحن الآن عندما نثير هذا الموضوع في هذه الفئة المجتمعية هل سيكون أثرنا إيجابيا أو أثرنا سلبيا؟ بهذه الطريقة يمكننا أن نستفيد من ما نبهتنا إليه نظرية العلاقات الاجتماعية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طيب أيضا هل يمكننا أن نستفيد دعويا من هذا الأمر، من فكرة العلاقات الاجتماعية بهذه الدرجة؟ نعم، أن نجري حوارات مباشرة ونستخرج ما لديهم من تصورات، حتى إذا كانت تحتاج إلى تعزيز عززناها، إذا كانت تحتاج إلى حوار وفهم فعلنا ذلك، إذا كانت تحتاج إلى تغيير رأينا كيف سنحاول أن نغير هذا الموضوع. إذا النقاش الاجتماعي، الحوار المباشر، القراءة ربما المسبقة لأفكار هذه المجموعة، التحضير الجيد للموضوع قبل أن نبدأ فيه، هذا كله مما يمكننا أن نستفيد من هذه النظرية، نظرية الفئات الاجتماعية في التعامل مع الرسائل الإعلامية والواقع الموضوع. طيب نحن إذا سنقف عند هذا لأنه قد أذن لدينا أذان المغرب، نتوقف إن شاء الله فنصلي ثم نعود إن شاء الله بعد ربع ساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نشكركم شكرا جزيلا ونلتقي بإذن الله بعد هذا الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.